بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك عليكم الشهر وكل عام وانتم بخير. وبداية وبعيدا عن الأبعاد السياسية أو الدستورية والقانونية لحكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة، لكن في إطاره السياسي هذا الإبطال أتى بفعل فاعل، وهذا إبطال سياسي بامتياز، والسبب هو تفجر الصراع بين الشيخ أحمد النواف والشيخ أحمد المشعل. وهذا الكلام اللي أشرت له يا أخوان في آخر تصريح لي كنائب قبل إبطال مجلس الأمة، وفي اليوم اللي أمر سمو الأمير بتكليف الشيخ أحمد النواف بتشكيل الحكومة الجديدة اللي إلى الآن ما تشكلت، صرحت وقلت يا سمو الرئيس شكلها بروحك أو اعتذر، في إشارة مباشرة وواضحة وصريحة بأن الأسباب المخفية لتفجر الوضع السياسي في الكويت هو نتيجة هذا الخلاف الجديد. وما حكم المحكمة الدستورية يا أخوان اللي صدر في تاريخ 19/23 إلا تدشين لمرحلة جديدة من مراحل صراع الأسرة في الكويت؟ جابر الأحمد وجابر العلي، صباح الأحمد وسعد العبد الله، أحمد الفهد وناصر المحمد، وفي تاريخ 19/23 بدأت المعركة الجديدة بين أحمد نواف الأحمد وأحمد مشعل الأحمد. عاشت الكويت في الأشهر الأخيرة يا أخوان حكومة واحدة برئيسين للوزراء، وسأدلل كلامي الآن بشواهد أذكر فيها الشعب الكويتي حتى يعرف حقيقة الأمر ولماذا أبطل مجلس 2022. ولما كنا نواب في ذاك المجلس كانت الأمور واضحة بالنسبة لنا، لكن الآن مهم أن نذكر الشعب. في أول يوم لحكومة أحمد النواف، تذكرونها اللي سقطت في 48 ساعة، أصبح واضح أمام الشعب الكويتي والرسائل التي وصلت بأن الشيخ أحمد النواف لم يشكل هذه الحكومة، وأن كان في هناك تدخلات كبيرة لتغيير هذا التشكيل. سقطت هذه الحكومة في 48 ساعة. الشاهد الثاني، وهذا الكلام اللي قاعد نسمعه في كل دوانية نزورها، ليش البلد كله بالتكليف؟ ليش ما في تعيين وما في مراسيم لتعيين الوكلاء داخل أجهزة الدولة؟ أذكر الشعب الكويتي، مراسيم صدرت وتوقفت، مراسيم صدرت وتوقفت، وإلى يومنا ما في مراسيم. ليش؟ لأن في حكومة عندها كشف أسماء، وفي حكومة ثانية عندها كشف أسماء آخر، فانشلت البلد بالكامل. مرسوم العفو، كم مرة تعطل مرسوم العفو في آخر 3 أو 4 شهور؟ وكلنا ندري بالتفاصيل اللي حصلت واللي تسببت في تأخير مرسوم العفو. 4، برنامج عمل الحكومة. برنامج عمل الحكومة كان في وزيرين معنيين فيه، وزير يمثل حكومة أحمد النواف ووزير يمثل حكومة أحمد المشعل. الوزير المحسوب على حكومة أحمد النواف كان براك الشيطان، والوزير اللي محسوب على حكومة أحمد المشعل عبد الوهاب الرشيد. برنامج عمل الحكومة إذا تذكرون تسرب قبل إعلانه. أذكر الشعب الكويتي بهذه التفاصيل حتى تفك شفرة إبطال مجلس 2022. وهدف من مشاركتي في هذه الندوة اليوم حتى يكون الأمر مكشوف أمام الشعب الكويتي.
تسرب برنامج عمل الحكومة واللي تم الإعلان عنه طبعا تسرب لإحراج الطرف الآخر، وبعدها طلع برنامج عمل حكومة مختلف أو منقح عن ما كان عليه. حكومتين باختصار شديد قاعد يتنافسون على المشهد السياسي. الشاهد الخامس، شاءت الأقدار أن يتم استجواب الشيطان والرشيد وتكون استجواباتهم في نفس الجلسة، في نفس الجلسة. شنو كان يبي الشيخ أحمد النواف في ذاك اليوم؟ قال أنا بأدخل ولا بأستقيل. أحمد النواف كان يدري عبد الوهاب الرشيد ما كان راح ينجح استجوابه وراح يطيح، وبراك الشيطان راح ينجح. الحكومة الثانية تريد العكس، ولذلك اندفع الأمر إلى استقالة الحكومة حتى لا يتحقق، حتى لا يتحقق هذا المطلب. شنو صارت النتيجة؟ آخر جلسة اللي كان فيها أحمد النواف قوي ووزيرة قوي والرشيد كان ضعيف، الجلسة الجاية اللي بتكون 4-4 العكس تماما. عبد الوهاب الرشيد راح يدخل قوي وبراك الشيطان يمكن خارج الحكومة، والأيام الجاية راح تثبت للشعب الكويتي نتيجة كل هذه الأمور. لما وصلت هذه الرسالة استقالت الحكومة وتم تعطيل الجلسات بالكامل، وأصبح ما في مجال أن احنا نطلع من هذا المشهد بالنسبة لهم مو بالنسبة لنا إلا إبطال مجلس الأمة. ليش؟ لأن الإبطال ما يحتاج نقول سبب للإبطال، بعكس مرسوم الحل، مرسوم الحل لازم تحدد أسباب مرسوم الحل، أما الإبطال والله المحكمة احنا ما لنا علاقة. فما كان في مخرج لهذه الأزمة السياسية اللي الشعب ما له علاقة فيها، ولا النواب لهم علاقة فيها، ولا مجلس الأمة له علاقة فيها. شفتوا المشهد السياسي كان مستقر، وقدموا الأخوان ما قدموه من عمل نيابي راقي، العلاقة بين المجلس والحكومة كانت طيبة، لكن كانت تتفجر المشاكل خلف الكواليس، وهذا اللي ما كنتوا تشوفونه. واليوم مشاركتنا في هذه الندوة لتوضيح صراع الأسرة يا أخوان مو شيء جديد على الكويت، وإحنا كشعب ما لنا طرف فيه، ولا إحنا مع طرف ضد طرف. كل التقدير والاحترام للشيخ أحمد النواف، كل التقدير والاحترام للشيخ أحمد المشعل، أي واحد فيهم بي رئيس وزراء أنا أتكلم عن نفسي سأتعاون معه، وإذا أنجز راح أدعمه وأوقف معه، وإذا أخطأ راح نحاسبه. أي اسم يختاره صاحب السمو إحنا راح نوقف معه، ما عندنا فيتو على اسم ولا نبي نبدي اسم على آخر. لكن وين مشكلتنا يا أخوان؟ مشكلتنا لما تنجرف خلافات الأسرة وتصبح تأثر علينا كمواطنين في حياتنا اليومية. ما لنا علاقة في صراعاتكم، قاعد نتأثر فيها بشكل مباشر، وعندي شواهد راح أبينها لكم. أزمة الأدوية في الكويت، ما عندنا وكيل للأدوية، إحنا وإنتوا تأثرنا في نقص الأدوية في الكويت. ليش؟ لأنهم ما يبون كل واحد فيهم يختلف منه يشكل فريق وزارة الصحة. إحنا شنو علاقتنا فيكم؟ أنتوا بتهاوشون وعندكم خلافات، كيفكم؟ يبوننا وكيل أدوية نعرف نتعامل معاه. منو اللي تضرر؟ المواطن اللي ما قاعد توصل لأدويته. أزمة الشوارع اللي شفتوها قبل يومين، ما في وكيل للأشغال ولا في وكيل للصيانة، ولا تم تجديد عقود الصيانة لأن البلد معطل، لأن هذا عنده فريق يبي عينه وهذا عنده فريق يبي عينه. منو اللي تضرر؟ أنتوا اللي تضررت وإحنا اللي تضررنا كمواطنين. شواهد أخرى داخل اللجان البرلمانية، والله العظيم يا أخوان أرد البيت أشعر بقلق وخوف من مستوى السيء للقيادات في الحكومة. بعطيكم مثال بسيط على بعض الشواهد اللي أنا شفتها. الملك سلمان بن عبد العزيز دعا الرئيس الصيني إلى قمة خليجية صينية في الرياض، تذكرونها اللي صارت قبل كم شهر،
وخلال هذه الفترة دعينا في اللجنة المالية الفريق المعني بمدينة الحرير، وجهت سؤال مباشر، قلت يا أخوان الكويت أمام فرصة تاريخية، الرئيس الصيني زائر المنطقة، زيارة قد لا تتكرر وما صارت لعقود طويلة، ما هي استعدادات الحكومة الكويتية للقمة الخليجية الصينية؟ شنو جهزتوا حق مقابلة ولي العهد مع الرئيس الصيني؟ الإجابة ولا شيء. شنو استعداداتكم؟ ولا شيء. حضرت الكويت للقمة الصينية الخليجية وغابت، لا عقد واحد توقع ولا اتفاقيات توقعت ولا صار شيء، مع أن كل دول الخليج اشتغلوا واتفقوا وسووا عقود، وهذه يعني مدينة الحرير واقفة وشلل كامل لكل مشاريعنا التنموية. شاهد آخر في اللجنة المالية أيضا في برنامج عمل الحكومة، مدينة العبدلي الاقتصادية. شنو فكرة مدينة العبدلي الاقتصادية؟ أنها تكون منطقة حرة تجارية قريبة من الحدود العراقية حتى تسهل دخول البضائع للعراق من خلال الكويت. فكرة نبيلة ورائعة. التقينا معاهم قلنا لهم يا شباب شنو نواقصكم التشريعية؟ عطونا إياها احنا سهل لكم إياها في اللجنة المالية. أي قصور تشريعي احنا بنمد يدنا، لأن هذا التعاون المطلوب منا. لكن أنا عندي سؤال، في برنامج عمل الحكومة هذه المدينة شنو الاتفاقيات اللي وقعتوها، الاتفاقيات التجارية اللي وقعتوها مع الحكومة العراقية؟ الإجابة ولا شيء. قلت له طيب أنت شلون بتدخل بضايعك للعراق وما عندك اتفاقيات تجارية؟ يسكتون ويطالعون بعض. قلت له ماشي، أساس وجود المنطقة الاقتصادية مينا مبارك، لأن مينا شويخ يدوب يغطي الحركة التجارية المعنية في السوق الكويتي، لكن السوق العراقي سوق ضخم، نحن بحاجة إلى مينا مبارك حتى نغذي هذه الأسواق. وين وصل مينا مبارك؟ ماكو إجابة، ما ندري، واقف. قلت له طيب البضاعة اللي بنحملها في مينا مبارك عشان نوصلها للمنطقة الاقتصادية، سكك الحديد، وين وصلنا فيها؟ لأن مو معقولة بضائع تخص الأسواق العراقية بتحملها في الشوارع اللي أوردي موجودة عندك في الكويت، ما راح تتحمل. قال ما في مشروع سكك حديد. بلد يا أخوان والله معطل. وطبعا أنا أقدر أتكلم لباكر من حجم المآسي اللي شفناها مع مسؤولين الحكومة الكويتية طوال فترة الأشهر الماضية. المطلوب يا أخوان، وهذا آخر محور، المطلوب هو إصلاحات سياسية جوهرية يتبناها الخطاب العام وتتبناها القوى السياسية، بحيث يكون الإطار العام والأهداف العامة عدم انجراف صراعات الأسرة الحاكمة على معيشة المواطنين اليومية. وهذا الكلام فيه تفصيل كبير، لكن أنا حفاظا على وقت الندوة ما راح أتكلم بإسهاب عن مشاريع الإصلاح السياسي المطلوبة في المستقبل القريب، نخليها إن شاء الله في مناسبات قادمة وفي ندوات قادمة. لكن العنوان العريض، الإطار العام للمرحلة المقبلة، ما لنا علاقة في صراعاتكم، بتصارعون كيفكم، احنا كمواطنين محنا مع طرف ضد طرف آخر، لكن صراعك لا يأثر علي ولا يأثر على معيشتي ولا يأثر على حياتي اليومية. كل الشكر لكم، وكل الشكر لي أخي حمد المدلج على هذه الاستضافة الكريمة، وكل عام والجميع بخير.